الخرفان العنيرة دي كلها برقي بنربوها في المزرعة عندنا عند قرية مرسية اسمها مزرعة شركة اسكندرية لتسمين العجول. بنجيبوها من شهر 4 نقعد نربوا فيها 6 شهور، وتقعد 6 شهور تتعلف في المزرعة وتنزل على العيد. الفلاح بيبقى ورث ريته كبير وكله دهنة وكده، البري ورث ريته ما يجيش 1.5 كيلو وما فيهوش دهنة ولحمته خفيفة ما فيهوش ريحة زفارة الدنيا. السوق كله شغال 44 جنيه و45 جنيه، احنا في جزارة بلدي هنا شغالين ب 42 جنيه، شغالين العجول ب 34 جنيه، ارخص من السوق ب 2 جنيه برضه. اكل الخرفان عبارة عن علف ودريس وفول وذرة وغلدة. الارقام على كل خروف دوت عشان كل زبون لما يعلم خروفه يبقى عارف الرقم بتاعه، بتبقى سلسله عندي كل رقم بيختلف عن التاني حسب الزبون، كل زبون ليه رقمه لوحده. انا عايزهم 3 كيلو الطبق اللي بيجي لك نص نص. لا الذبيحه لازم ترتاح على الارض كده اهو، تنام وتنام على جنبها كده اهو وبتاع، دي كده ذبيحه مسمى عليها الله اكبر، دي كده ذبيحه على القبله بتاعتها. اذبح واسلخ بقى يا زكي قدره. ايه رب يا زكي قدره. حركة لغاية دلوقتي ضعيفة عن كل سنة. أحوال البلد برضو بلد مش مستقرة في أحوالها وكده. وزارة البلد دي تهني الشعب الإسلامي بعيد الأضحى وكل سنة وأنتم طيبين.